الملف الضريبي وفق مستجدات قانون المالية لسنة 2023 موضوع شكل محور ندوة نظمتها هيئة المحامين وجمعية المحامين الشباب بتطوان بقاعة الندوات للدار المتوسطية للمحامي، وتهدف هذه الفعالية إلى تبسيط وشرح المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2023، حيث يعد المحامي جزءا أساسيا من الملزمين بأداء هذه الضرائب، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات المدنية المهنية. مجموعة مستجدات الهدف منها أولا تنزيل توصيات المبادرة الوطنية حول الجبايات، وكذلك العمل بمقتضيات نموذج التنمية الجديد، وتماشيا مع الالتزامات والمواثيق الدولية اللي قام بمصادقة ديال المغرب. العروض المقدمة خلال هذه الندوة تطرقت إلى التعريف بالضريبة على الدخل التي يخضع لها المحامي وعلاقتها بقانون المالية الجديد. كان ضروريا عقد هذا اللقاء لشرح مضامين هذا القانون لجميع المحاميات والمحامين من أجل تبسيط الإجراءات والمساطر الواجب اتخاذها من طرفهم في علاقتهم بإدارة الضرائب. المتدخلون شددوا على أمور مهمة، من بينها أن طريقة احتساب قيمة الضريبة تعتبر مسألة تقنية يرجع أمر تدبيرها إلى المحاسب المعتمد.